برامج الخصخصة بدأت بالفعل، وإحنا عملنا خريطة للعالم، استفدنا من تجارب الكثير مثل تركيا وكوريا وسنغافورة وماليزيا، واكتشفنا أنه في العامل المشترك بين أغلب هذه الدول أنه كان عندهم مركز متخصص يكون هو ذو العلاقة مع القطاع الخاص سواء في داخل المملكة أو خارجها، بنفس الوقت يكون مركز المعلومات ويعمل تفصيل للأولويات في الخصخصة. احنا عندنا 16 جهة حكومية ننوي تخصيصها، تحتوي على حوالي 109 من الفرص، وبرنامج الخصخصة هو في نطاق برنامج التحول الوطني، يعني خلال 2020 ما تكلمنا عنه كثير اليوم إلا بجزء بسيط، ولكن المركز أسس وفي 4 فرص الآن يعني خرجت من حيز الدراسة إلى حيز تطبيق، فإن شاء الله تسمعون عنها أخبار قريب. عينتم بانكرز؟ عينا بانكرز، نعم. عوائدها هل دخلت بميزانية 2017، العوائد المتوقعة من الخصخصة؟ أنت عارفة الخصخصة ليست عملية تجارية أو ترانزاكشن، هي عملية تتطلب الكثير من بعضها، تغيير قوانين مثلا، بعضها يحتاج إلى استعداد للنظام القانوني والمالي، الابيتايت او شهيه القطاع الخاص لهذه الفرص. فما ممكن نقول والله هي في 2017، يعني احنا نامل انه يكون بعضها يطلق في 2017، ولكن احنا حذرين جدا لان نبغى التجربه تكون تجربه ناجحه ان شاء الله. بالبروجكشنز اللي اعطيتموها حتى العام 2020، هل دخلت عوائد الخصخصه؟ دخل بعضها نعم، اللي احنا عندنا يعني تاكيد تقريبا 80% انها حتكون في 2020. ذكرت بالمؤتمر الصحفي انه العوائد غير النفطيه الموضوعه بالبروجكشنز ل 2020 تضمنت الانفستمنت ريتيرنز تبع البي اي اف، صندوق الاستثمارات العامه، بكم؟ بناء على ماذا؟ باي يعني هل فيك تعطينا الفرضيات اللي خلتكم باي طريقه وضعتم دخلتوها بالبروجكشنز؟ طبعا صندوق الاستثمارات العامه حدد الاستراتيجيه الاستثماريه بتنوعها داخل المملكه وخارجها بالقطاعات، وبدا في التركيز على قطاع التكنولوجيا. أنا طبعا لن أتكلم عن التفاصيل، أتركها للمختصين في صندوق الاستثمارات العامة، ولكنه يطمح أن ينافس في العوائد يعني أفضل الموجود في العالم إن شاء الله. لنتحدث عن التوازن المالي، خطة التوازن المالي 2020، شو الافتراضات الأساسية التي وضعتوها للتوصل إلى التوازن المالي ب 2020؟ طبعا أنا عرضت اليوم 3 فرضيات أو سيناريوهات. السيناريو الأساسي هو سيناريو طموح، الأساس فيه أننا نطبق ما يزيد عن 80% من ما سنعلن عنه وما أعلن في وثيقة التحول، وهذا يعني قدرتنا ومن ناحية القوانين ومن ناحية السيستمز أنه نطبق 80%، هذا الأساس. وكذلك أخذنا التوافق العالمي في أسعار النفط خلال فترة السيناريوهات، يعني من هنا إلى 2020 أخذنا الطاقة الدولية، ما تقوله أرامكو، وزارة الطاقة، المحللين العالميين اللي هم مصداقية في هذا الموضوع، وحقيقة عملنا كوشن أو يعني جزء من الكوشن عشان إحنا ما نتفاجأ في أي أسعار نفط في المستقبل. إذن تحفظتم أكثر، يعني عملتوا كوشن بكم؟ الكوشن تقريبا 20%. 20%. طيب خلينا نتحدث عن الفيز اللي فرضتموها. في أمر أنا أود التأكد منه، أنتم ذكرتم أنه لا ضرائب على الدخل، ماذا عن remittance tax؟ هل هناك ضرائب على تحويلات الأجانب؟ إلى الآن لا يوجد توجه في remittance tax، وإلى الآن الاقتصاد السعودي اقتصاد حر والكابيتال فلو أو يعني توجه رأس المال حر. نتحدث عن تمويل الموازنة، نحن رأينا إصدار دولي ناجح جدا بال 2016، فاليوم هل ستقومون بإصدار آخر بال 2017؟ كيف ما السياسة التي ستتبعونها بتحديد الاقتراض الداخلي مقارنة مع الخارجي؟ وهل موضوع بالبروجكشنز مبالغ معينة للاستدانة بال 2017؟ هو طبعا الخبر الأساسي هو تأسيس مكتب إدارة الدين العام يتبع وزارة المالية، ودوره الأساسي التنسيق مع كل الجهات الحكومية للحصول على الأوبتيمال أو الرقم المفروض أن الحكومة تقترضه بدون التأثير على التصريف الائتماني للمملكة أو بدون التأثير على أو الاقتراض بأسعار عالية مثلا. فحددوا عدة instruments أو عدة
أدوات للتمويل، منها تمويل داخلي من بنوك محلية وقطاع خاص وغيره، وتمويل دولي ليس فقط بالدولار، بعملات أخرى، وهذه تعتمد على الفرصة وعلى توقيت الإصدار وعلى من يصدر غيرنا في الأسواق العالمية وهكذا. فطبعا هذا برنامج متكامل، ولكن ما يعني نخطط له أنه سيكون في إصدار آخر إن شاء الله في 2017. بميزانية 2017 ما حجم الإصدار المتوقع، الإصدارات الدين المتوقعة؟ يعني بين 10 و 15 مليار دولار ان شاء الله خارجي. الخارجي بال 2017، والمحلي؟ والمحلي حوالي 70 مليار ريال ان شاء الله. ما رح طول عليك كثير، بس سؤال عن الاوبكس مقارنه مع الكابكس، شو المستهدف؟ ان يعني كم يصل نسبه الاوبريشنال اكسبندتشر اللي هو التشغيليه اللي بتضم الرواتب وغيرها مقارنه مع الميزانيه الكامله بالبروجكشنز تبعكم؟ طبعا احنا مثل ما تحدثنا اليوم، التركيز في الاربع سنوات القادمه هو على الاستثمار في برنامج التحول الوطني. برنامج التحول الوطني فيه 543 مبادره تشمل اوبكس وكابكس، تشمل تشغيلي وتشمل غير ذلك. الالتزام بالرواتب طبعا هذا شيء مفروغ منه، ولكن لو تقرأ برنامج التحول الوطني ستعرف يعني إن شاء الله فين الاستثمارات حتكون.